وعجبت لمن مكر به. كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. اشمعنى الشيخ الشعراوي وليه بيكون موسم كل سنة لتطاول على الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه؟ علشان نعرف ليه تابعونا بعد فاصل قصير. كل سنة بيطلع لنا موسم اسمه موسم التطاول على الشيخ الشعراوي. طيب ايش معنى الشيخ الشعراوي؟ بيجي اي حد بدون علم ويتطاول على الشيخ الشعراوي. طيب ايش معنى الشيخ الشعراوي؟ لان الشيخ الشعراوي شخصية لن تتكرر على مر الزمن، وله من المواقف الجليلة التي تجبرك على احترام وتوقير الشيخ. تعالوا اولا نتعرف على شخصية الشيخ الشعراوي. ومين هو الشيخ الشعراوي؟ اتولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في 15 ابريل سنة 1911 في قرية اسمها دقدوس بمركز متغمر محافظة الدقهلية. حفظ الشيخ الشعراوي القرآن وهو عنده 11 سنة، يعني هو في 5 ابتدائي. وفي سنة 1922 التحق بمعهد الزنقزيق الابتدائي الأزهري، وبعد كده دخل المعهد الثانوي الأزهري، وكان معروف وسط زمايله ذكائه نبوغه وحفظه من الأقوال والحكم المقصورة. وكانت نقطة تحول في حياة الشيخ الشعراوي لما والده قرر أنه يدخله الأزهر الشريف، لكن رغبة الشيخ الشعراوي كانت أنه يفضل مع أخواته لزراعة الأرض، لكن والده أصر أنه يدخله الأزهر الشريف برغم تكلفة المصاريف والسكن عليه، إلا أنه كان مصر أنه يعلم ابنه ويدخله يتعلم في الأزهر الشريف. حاول الشيخ الشعراوي أنه يعمل حيلة تعجيزية لوالده، وهي أن كتب الأزهر في الوقت ده كانت الطلبة بيشتروها من برا الأزهر. راح الشيخ الشعراوي للمكتبة وكل صاحبها لما جيلك ومعايا والدي هات لي كل الكتب اللي في الصف ده والصف ده والصف ده، وهي مش مقررة على سنة أولى أصلا. وفعلا حصل، ومع إصرار والد الشيخ الشعراوي على تعليم ابنه باع الجاموسة اللي حلته واشترى له الكتب. ولكن والد الشيخ الشعراوي قال له أنا عارف يا ابني إن كل الكتب دي مش مقررة عليك، ولكن فضلت إن أشتريها لك لعل الله ينفعك بالعلم اللي فيها. وقد كان، ودرس الشيخ الشعراوي كل الكتب اللي فيها. تخرج الشيخ الشعراوي من كلية اللغة العربية سنة 1940، اشتغل بالتدريس في أكتر من معهد، كان بيشارك في المظاهرات ضد الإنجليز وحركات الوطنية في الوقت ده. ومن موقف الشيخ الشعراوي مع السادات عندما قام بشتم الشيخ المحلاوي بعت له برقية بيقول فيها أن الأزهر الشريف لا يخرج كلابا وإنما يخرج شيوخا أفاضل وعلماء أجلاء. الشيخ الشعراوي لما سألوه عن سيوده بعد النكسة في 56 قال فرحت لأننا لم ننتصر، فكيف ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية؟ إن الهزيمة حدثت بسبب الأخطاء اللي ارتكبها جمال عبد الناصر، فكان لابد من تصحيحها وكانت الهزيمة هي السبب. الشيخ الشعراوي سجد برضو سجدة شكر بعد انتصار 73. الشيخ الشعراوي لما دعته جيهان السادات لمؤتمر السيدات الروتاري في رمضان اشترط ان السيدات يكونوا لابسين الحجاب، لكن لما راح وجد ان السيدات مش لابس الحجاب ولبس ملابس قصيرة. اعتبر الشيخ الشعراوي ان ده اهانة لي وانصرف من المؤتمر. وفي موقف تاني مع السادات دعا سادات الوزراء الى حفلة، وكان من ضمنهم الشعراوي بصفته وزير الاوقاف انذاك، لكنه غضب من فقرة الرقصة نجوى فؤاد وادار ظهر الكرسي اللي قاعد عليه. بعت السادات مندوب للشعراوي عشان يعود لمقعده، لكن الشعراوي رفض وغادر الحفلة. معظمنا عارفين موقفه وكلامه في حادثة محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا سنة 1995، لما قال لحسني مبارك إذا كنت قدرنا فليوفقك الله وإذا كنا قدرك فليعنك الله علينا. ومن موقف الشيخ الشعراوي لما كان في مؤتمر والناس أعجبت بحديثه وحلاوة كلامه حاول يشروب العربية. بعد المؤتمر الشيخ الشعراوي راح يمسح حمامات الحسين علشان يشيل من نفسه أي كبر أو إعجاب. الشيخ الشعراوي عفى عن من قتل أخي إبراهيم، وبرغم أن ده يعتبر في صعيد مصر وأرياف مصر عار وفضيحة كبيرة، وغضب منه والديه غضب شديد في الوقت ده، إلى أنه قال من عفى وأصلح فأجره على الله. الشيخ الشعراوي كان لا يتورع عن تقبيل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق اللي كان شيخ الأزهر ساعتها، بالرغم انه كان اصغر منه في السن بست سنين، وبالرغم من ان الشيخ جاد الحق كان بيحاول يمنعه في اكتر من مره، الى ان الشيخ الشعراوي كان مصر انه يعمل ده. الشيخ الشعراوي كان بيرفض اي مقابل مادي في لقاءاته التلفزيونيه، رفض ملايين من الدول الخليجيه علشان يطلع على قنواتها. من موقف الشيخ الشعراوي وهو استاذ في كليه الشريعه في السعوديه سمع بمحاوله الملك سعود بنقل مقام ابراهيم لانه بيضايق على الحجاج في الطواف. تواصل مع بعض العلماء السعوديين والمصريين، لكنهم أخبروه أن الموضوع انتهى وأن المبنى الجديد خلاص اتبنى، لكنه ما استسلمش
وبعد برقية من 5 صفحات للملك سعود بيوضح فيها الرأي الفقهي والديني، وبالفعل اقتنع الملك سعود وأمر بإلغاء نقل المقام. واقترح الشعراوي وضع الحجر في قبة صغيرة من الزجاج بدل من المقام الكبير، واللي مازال بالشكل اللي هو عليه حتى يومنا هذا. الشيخ الشعراوي دخل بيوت كل مصري وكل عربي بتفسير القرآن بشكل مبسط وسهل، بضحكة صافية ومواقف كان بيحكيها وأمثال شعبية كان بيقولها في برنامجه اللي تعودنا عليه، حتى بعد ما توفاه الله في عام 1988 عن عمر يناهز 87 سنة. قضاها الشيخ لخدمة وطنه ولخدمة دينه. أنا مش بقول إن الشيخ ده ملاك، الشيخ بشر يخطئ ويصيب، ولكن بنقول لأي شخص بيتكلم عن أي حد، قبل ما تتكلم أعرف أنت بتتكلم عن أي مقام، وأعرف مكانك فين ومقام الشخص اللي بتتكلم عنه فين. وفي آخر الفيديو لا يسعني إلا أن أقول رحم الله الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي، وكما قال الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. السلام عليكم.